أشكرك يا رب باستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك. حقوقك أحفظ فلا ترفضني إلى الغاية. المجد لك يا محب البشر. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا آية وحكاية وحلقة جديدة مكملين مع بعض في المزمور 118 أو 119 المزمور الكبير. وبفكركم ياريت لو نقدر الفترة دي نصلي كل يوم قطعتين أو ثلاثة من المزمور ده نتذوق حلاوة كلمة ربنا فيه. والنهاردة هنخلص القطعة الأولى فيه اللي هي آية 7 و8 بيقول فيها داود النبي أشكرك يا رب باستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك. حقوقك أحفظ فلا ترفضني إلى الغاية أو فلا ترفضني إلى النهاية. الجزء الأولاني من الآية أشكرك يا رب باستقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك. أجمل شكر يقدمه الإنسان لربنا هو استقامة القلب. الله كتير من الناس تقول مثلا الغاية تبرر الوسيلة. يعني إيه؟ يعني لو واحد عنده هدف كويس حتى لو استخدم وسيلة مش كويسة ما يجراش حاجة طالما الهدف كويس. ولكن الكتاب المقدس ما يعلمناش كده، لازم أن يكون الغاية مستقيمة والهدف مستقيم، والطريق اللي بنسلكه لتحقيق الهدف لازم يكون برضو مستقيم. هي كده الكنيسة تكون منورة قصاد العالم. ما ينفعش نستخدم طريقة العالم اللي بيعرجوا كده يمين وشمال. علشان كده المسيح حتى يقول لنا لتكن نعمكم نعم ولكم لا، يعني ما لهاش معنى تاني. ما تقول نعم يعني نعم وتقول لا يعني لا، لكن الكلمة ملهاش معنيين وملهاش وشين وملهاش الطريقة دي. هي دي استقامة القلب. استقامة القلب كمان أعرف منين أن قلبي مستقيم؟ لما تقيس قلبك على وصية ربنا. هل قلبي بيتبع وصية الله في كل كلمة؟ هل بنفذ كلام الله؟ ولا بعملها علشان الناس؟ ولا بخاف من الناس تقول عليا ومش عارف ايه؟ ولا المجتمع اللي أنا عايش فيه ليه مبادئ وأفكار معينة، لو ما عملتهاش يبقى أنا مش متحضر أو مش مندمج. لكن لازم أفهم أن استقامة القلب دي ما تتقاسش غير على وصية الله. فأجمل حاجة حتى ربنا قال لنا من يحبني يحفظ وصاياي. يبقى أجمل طريقة تعبر بها عن حبك لربنا وأجمل طريقة تشكر بها ربنا على كل النعم اللي هو بيديها لك هو استقامة القلب. ربنا يدينا استقامة القلب. الجزء الثاني من الآية يقول له حقوقك أحفظ فلا ترفضني إلى الغاية أو فلا ترفضني إلى النهاية. يعني ما تتخلاش عني يا رب حتى النهاية. الآية دي جميلة لأن إحنا كتير جداً نكون عايشين مع ربنا فرحانين وحلوين ويجي الشيطان ينكد علينا ويقول لك انت مين قالك انك هتدخل السماء بعد اللي بتعمله ده كله، فيسرق منك فرحتك باي عمل روحي تعمله. لان الشيطان هدفه ينكد علينا، يحزننا، يحط في قلبنا القلق ويخلينا مش مبسوطين. وقديس ماري يعقوب السروجي كان كاتب ميمر تخيل فيه حوار بين الله والشيطان. فالشيطان بيقول لربنا فيه ايه بقى؟ بيقول لي ربنا أنا أولادي عارفين أنهم جايين عندي وأولادك مش متأكدين أنهم جايين عندك. كأما لو كان يعني يعاير الله. ويقصد بيها الشيطان أن كل اللي بيعمل الشر تقول له أنت رايح فين يقول لك كذا، لكن أولاد الله أما تقول له أنت رايح فين يبقى مش عارف. لكن إحنا كأولاد الله بنقول لربنا النهاردة لا تتخلى عني إلى النهاية يا رب، وإحنا واثقين أنك أمين حتى النهاية معانا. حتى بضعفتنا أنت تقدر تغيرها وتقبلها. أنت يا رب تقدر تدينا التوبة ولا تتخلى عنا ولا نكون من نصيب الشيطان لكن نكون من نصيبك أنت. وكمان الكنيسة الحكيمة الجميلة مش بس تطلب من ربنا كده، لكن في صلوات الأجبية حتى نطلب من العذراء نقول لها وعند خروج نفسي من جسدي احضري عندي لمؤامرات الأعداء اهزمي لأبواب الجحيم اغلقي لإلا ابتلع نفسي يا عروس بلا عيب للختن الحقيقي.
يبقى احنا النهارده لازم يكون عندنا ثقه، ثقه في محبه الله، ثقه في نعمه الله اللي بتقبلنا وتغيرنا وتفتح لينا باب السماء لاننا اولاده، وبنعيش في حياه قداسه وطهاره، ولو لخبطنا بنعيش في حياه التوبه، وحياه التوبه هي الامان اللي وصلنا مع ربنا للسماء ويفتح لينا باب السماء، لان المسيح قال كده ان دمه يغفر كل خطيه. ما ينفعش اكون باخد دمه ولسه في خطيه حاسس انها ما اتغفرتش او ما تسامح يعني ما سامحنيش عليه. الله لا يتركنا ابدا ولا يتخلى عنا لانه امين الى الابد، حتى لو كنا احنا غير امناء يبقى هو امينا الى الابد. الايه الجميله بتاعتنا النهارده نقول له اشكرك يا رب باستقامه قلبي اذا عرفت احكام عدلك، حقوقك احفظ فلا ترفضني الى النهايه. كل مره وانتم طيبين لربنا المجد دائما ابديا امين.